يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. واستقبل المطار اليوم طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طنا من المساعدات وثلاث سيارات إسعاف مجهزة لأهالي قطاع غزة. هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي إلى 486 طائرة، من بينها 395 طائرة حملت أكثر من 13,000 طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 91 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.